بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة المشاهدون، درسنا هو في عمدة الفقه كما هو معلوم لديكم، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ سعد. حياكم الله، حيا الله إخوة المشاهدين. أيها الإخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم سوف تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة وكذلك على موقعنا على الشبكة العنكبوتية، نرجو منكم التواصل معنا. عودا على بدء، نعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور سعد، أهلا وسهلا بكم يا شيخ سعد مرة أخرى. حياكم الله. نعود إلى أجوبة الدرس المراجعة شيخ، استعرضها الآن. لا بأس. الأخت رياحين من مصر أجابت على الأسئلة، طبعا نذكر السؤال الأول، إذا كان الشفيع يمكنه أخذ بعض المبيع ببعض الثمن فهل تثبت له الشفعة مع التوضيح؟ قالت إذا كان الشفيع يمكنه أخذ بعض المبيع ببعض الثمن فلا تثبت له حق الشفعة، لأن من شروط ثبوت الشفعة أن يأخذ الشخص كله ولا يأخذ بعضه، لأن في ذلك إضرار بالمشتري، كان يكون لهما أرض مشتركان فيها فباع نصيبه بألف وليس معه إلا 500 يريد الشفعة بالنصف فلا يصح له، سيضر بمشتري الأرض لأنه لن يصلح له البناء عليها أو استعمالها، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، نشكر الأخت على هذه الإجابة، وهي إجابة متكاملة ونعتبرها إجابة نموذجية لهذا السؤال. نعم نعم، أجابت الأخت خديجة من المغرب في السؤال الثاني، تقول من اختلف العلماء في اشتراط المطالبة بالشفعة على الفور، اذكر الأقوال مع الترجيح. من أقوال العلماء في اشتراط المطالبة بالشفعة على الفور، قول الأول جمهور الحنابلة وقول الشافعي وهم مذهب الحنفية قالوا على الفور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، أخرجه ابن ماجه لكن إسناده ضعيف، بل قال فيه ابن حجر أنه ضعيف جدا، وقال ابن حبان لا أصل له، وقال البيهقي أن هذا الحديث ليس ثابت. القول الثاني مذهب المالكية عن رواية أحمد أن الشفعة على التراخي وأنها لا تسقط ما لم يوجد من الشريك ما يدل على الرضا أو عفو أو غيره، وإنها على التراخي وليس على الفور، واختار هذا القول عدد من أهل العلم كالشيخ السعدي رحمه الله على أنها لا تسقط إلا إذا وجد ما يثبت إسقاطها، والله أعلم. نعم، أيضا الإجابة إجابة نموذجية، ونشكر الأخت على هذه الإجابة. نعم نعم. الأخت أسماء من الإمارات أجابت كذلك، والأخت شموخ من مصر أجابت، الأخت مريم من السعودية أجابت، الأخ مولود من الجزائر أجاب، وخلود من السعودية، وكذلك رياحين من مصر أعادت السؤال مرة أخرى. أما بالنسبة لأم فجر فتقول يعني أرجو أن تعرض أجوبتي لأنها اجتهدت في حلها، وكان جوابها في كتاب الغصب، وهو مر علينا ونعتذر للأخت، وأجابت على ذلك ونشكرها على ذلك. هذا ما عندنا يا شيخ في الأجوبة على الإنترنت. نشكر الأخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات. نبدأ في درسنا اليوم يا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وصلنا إلى كتاب الوقف من عمدة الفقه، وقبل أن ندخل في مسائله وأحكامه نبدأ أولا ببيان أهميته وفضله. فقد جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أصبت مالا بخيبر لم أصب في حياتي مالا أنفس منه قط، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأمره فيه، يعني أستشيره، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني إن شئت سبلتها أو وقفتها، فتصدق بها عمر وشرط شروطا. وسيذكر وقد ذكر المؤلف هذا الحديث، ذكر هذا الحديث وسنقف معه في هذا الباب كثيرا،
نرتب على ما ورد فيه أحكاما. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: لا أصبت مالا لم أصب في حياتي مالا قط أنفس عندي منه، يعني أنفس مال أصابه عمر رضي الله عنه في حياته. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بالوقف، وهذا يدل على أن الوقف من أفضل ما تبذل فيه النفقات، وعلى أنه من أفضل أعمال البر. ولهذا جابر رضي الله عنه يقول: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقد وقف عدد من الصحابة كأنس والزبير وابن عمر وعدد من الصحابة، كل من كان عنده مقدرة فإنه يوقف، وذلك لأن الوقف يطول الانتفاع به فيعظم أجره وثوابه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقوله صدقة جارية المراد بذلك الوقف، فهي مما يجري ثوابها وأجرها للميت، يعني للإنسان بعد موته. ولهذا نحن نقول إنها من أفضل القربات، من أفضل القربات أن يوقف الإنسان وقفا. وكلما كان الوقف فيما تشتد الحاجة إليه ويعظم نفعه كان أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وقد كان للوقف أثر كبير في بناء الحضارة الإسلامية على مر العصور، بل إن الدولة الإسلامية في العصور الماضية على مدار 14 قرنا كانت مهمة الدولة فقط حفظ الأمن الداخلي والخارجي، وأما بقية المجالات فكانت تعتمد اعتمادا كبيرا على الأوقاف. فكانت المؤسسات التعليمية تعتمد على الأوقاف، دور العلم، كانت بناء الطرق يعتمد على الأوقاف، محلات الاستشفاء يعني مستشفيات ونحوها على الأوقاف، جميع ما يحتاج له المجتمع كان يعتمد على الأوقاف. جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية كل شيء كان يعتمد على الأوقاف، والدولة فقط مهمتها حفظ الأمن. وقد كان لذلك الأثر الكبير في بناء الحضارة الإسلامية، لذلك قامت يعني حضارة عظيمة للأمة الإسلامية. ومن أبرز أسباب ازدهار الحضارة الإسلامية هو الوقف، وقد نشطت حركة علمية منقطعة النظير، وهي تتفاوت في نشاطها من عصر إلى عصر، لكنها كانت تعتمد في جملتها على الأوقاف. الوقف له أثر عظيم في الحضارة الإسلامية، ولهذا ما أحوجنا إلى أن نعيد للوقف دوره في حياتنا، نعيد دوره في جميع المجالات، في جميع المجالات، في التعليم، في المجالات الخدمية، في جميع المجالات. ولذلك لما أتى المستعمرون إلى البلاد الإسلامية كان أول ما ركزوا عليه هو أن يشلوا الأوقاف في كثير من البلاد الإسلامية. فلما شلت هذه الأوقاف استطاعوا السيطرة على يعني بعض بلدان العالم الإسلامي، واستعمروها كما هو معلوم، أن الاستعمار حصل لكثير من بلدان العالم الإسلامي، وهو يسمونه استعمار، هو في الحقيقة احتلال وتدمير، وليس تعميرا، هو تدمير وليس تعميرا. لكن يعني كان أول ما بدأوا به تعطيل الأوقاف، تعطيل الأوقاف الخيرية. فلما عطلت استطاعوا
السيطرة على كثير من بلدان العالم الإسلامي. شلوا الاقتصاد بذلك. أي نعم. شلوا الحركة العلمية. شلوا أمور كثيرة يعني ليس هذا المجال يعني بيانها وتفصيلها. فإذا الوقف له أثر كبير في حياة المسلمين، له أثر كبير في نهضة المسلمين، له أثر كبير في بناء الحضارة الإسلامية. وقبل ذلك أيضا هو من أعظم القربات ومن أفضلها. ويعني تصور أن رجلا مثلا وقف عقارا وبقي هذا العقار 100 عام ينتفع به الفقراء والمساكين، يعني وقفه على الفقراء والمساكين وبقي مثلا 100 عام يصرف ريعه للفقراء والمساكين، هو في قبره لكن تأتيه هذه الحسنات من هذا الوقف 100 عام. كم يعني يكون قد انتفع انتفاعا عظيما بهذا الوقف، كم يأتيه من الحسنات ومن الأجور. فالوقف أمره عظيم، ولهذا ينبغي للمسلمين خاصة من كان ذا مقدرة، ولا يلزم أن يكون ثريا لكن ذا مقدرة، أن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوقف ما يستطيع وقفه. لكن الآن يعني كثير من الناس لا يعرف من الوقف إلا أنه بناء المساجد. بناء المساجد لا شك أنه من أعظم الأوقاف، لكن لا تنحصر الأوقاف في بناء المساجد. بناء الأوقاف تكون في جميع المجالات التي يحتاج لها المسلمون، مثلا يكون هناك وقف مثلا في طباعة الكتب النافعة، يكون هناك وقف للفقراء والمساكين، وقف لتفطير الصائمين، وقف للسقيا وطعام الحجاج، يعني في جميع المجالات التي يحتاج لها المجتمع. جميع المجالات التي مثلا وقف للصحة مثلا يكون للفقراء والمساكين، مثلا مستشفيات مثلا توقف لذوي الحاجات، يكون وقف لمكاتب الجاليات، وقف للدعوة إلى الله عز وجل، وقف لنشر العلم. المجالات كثيرة. فأنا أقول من كان ذا مقدرة فينبغي أن يسعى لأن يوقف شيئا من ماله، ولا بأس أن يشترط في هذا الوقف ما شاء من الشروط. يعني له أن مثلا يوقف بيته وعلى أن يسكن فيه طيلة حياته، ويكون مثلا بعد وفاته أي مجال مجالات البر. إن كان مثلا ورثته بحاجة يقول محتاج ورثتي، إن كان ورثته ليس بحاجة مثلا يوقفه في وجوه البر، في مجالات البر، في الأمور التي يحتاج لها الناس. لكن يعني تجد بعض الناس يوفق لهذا، يوفق للوقف وربما لا يكون ذا ثروة كبيرة. ومن الناس من يملك الثروة الكبيرة لكنه في الحقيقة لا يوفق، يحوز ثروة كبيرة ويتعب في جمعها ويجتهد ثم هو فقط يحرسها للورثة من بعده، ومجرد حارس فقط، حارس يحرسها، حارس قوي أمين يحرسها للورثة من بعده، وتنتقل هذه الثروة لهؤلاء الورثة، وربما أنهم لا يحمدونه عليها ولا يشكرونه ولا يتصدقون عنه منها، بل حتى يعني ربما بعض الورثة لا يذكر مورثه بخير، خاصة إذا كان مقترا عليه في حياته ويملك الثروة الكبيرة. إذا ما الذي استفاد من هذه الثروة؟ تعب في جمعها وحرسها ثم راح وتركها، ما الذي استفاده منها؟ هذا في الحقيقة هذا نوع من الحرمان، هذا محروم، هذا مجرد حارس لهذه الثروة. فلو أن هذا الإنسان الذي يملك هذه الثروة الكبيرة وقف جزءا منها، وقف مثلا على الأيتام، وقفها على الفقراء، على المساكين، على الدعوة إلى الله عز وجل، على وجوه البر، على أي مجال من المجالات التي ينتفع بها المسلمون. ستحل مشاكل كثيرة يا شيخ، اقتصادية ونفسية وصحية لا شك، وتعليمية. لو أن يعني المسلمين يعني اعتنوا بأمر الأوقاف سيكون لها الأثر العظيم في حياة المسلمين. ولذلك الحضارة الإسلامية في العصور الماضية كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقف، لكن في الوقت الحاضر ضعف يعني ارتباط الناس بالأوقاف، أصبح كثير من الناس لا يعرف من الوقف إلا بناء المساجد فقط، لكن بقية المجالات يعني لا نقول أهملوها لكن لم يركزوا عليها. وإن كان ولله الحمد خاصة في الآونة الأخيرة بدأت العناية بالأوقاف، لكن ينبغي أن تفعل هذه العناية وأن تنظم وأن ترتب حتى يحصل المقصود منها. هذه مقدمة في بيان فضل وأثره في بناء الحضارة الإسلامية. نعود بعد ذلك إلى الأحكام الفقهية
نبدأ أولا بتعريف الوقف. الوقف معناه في اللغة تدور مادة الوقف على الحبس، الحبس عن التصرف، يقال وقف الشيء إذا حبسه. قال ابن أثير يقال وقفت الشيء أقفه وقفا، ولا يقال أوقفته إلا على اللغة الرديئة، يعني لا يقال أوقفت هذه الدار وإنما يقال وقفت هذه الدار. فهي إذن تدور مادته على الحبس. أما معناه اصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء فهو تحبيس الأصل وتسبير المنفعة، والمؤلف عرفه بتعريفا يعني قريب من هذا، قال هو تحبيس الأصل وتسبير الثمرة. لو قلنا المنفعة يكون أعم حتى يشمل يعني الثمرة وغيرها، لكن أيضا مراد المؤلف بالثمرة يعني الغلة الناتجة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو تعريف الوقف. فقولنا تحبيس الأصل، المقصود بالأصل هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل مثلا العقار، العقار يمكن وقفه، لكن المأكول والمشروب ما يوقف لأن لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. تحبيس الأصل يعني بحيث أنها المقصود بتحبيسها أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، بل تحبس للمجال الذي وقفت فيه. وتسبير المنفع، التسبير مع إطلاق المنفع يعني الغلة الناتجة، هذا هو المقصود، يعني كالثمرة بالنسبة للأشجار، الأجرة بالنسبة للعقار ونحو ذلك، وإطلاق هذه المنفعة في المجال الذي يكون فيه الوقف. وكما ذكرنا من أمثلة الوقف يعني من أبرزها مثلا بناء المساجد، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا من الأحاديث المتواترة. أيضا أن يوقف مثلا عقارا ويجعل ريعه للفقراء والمساكين، أو في إفطار الصائمين، أو في سقيا وإطعام الحجاج، أو في طباعة الكتب، أو في الدعوة إلى الله عز وجل، أو في أي وجه من وجوه البر، هذا مثال للوقف. ومن أمثلة الوقف أيضا أن يوقف الإنسان على المحتاج من ذريته، أن يوقف الإنسان على المحتاج من ذريته، هذا أيضا من الأوقاف المندوب إليها، خاصة إذا كان للإنسان أولاد كثيرون ويخشى من المنازعة، أو يخشى أيضا من أن الورثة من بعده يبيعون التركة ويتقاسمونها بينهم، وبالتالي يبقى المحتاج من الورثة يعني مثل القصار وبعض بناته ونحو ذلك، يبقون لا يعني سكن أو مأوى لهم إلا بالإيجار. فمثل هذا ينبغي له أن يوقف بيته على المحتاج من ذريته، يقول مثلا وقفت هذا البيت على أن أسكن فيه في حياتي، ويسكن فيه بعد وفاتي المحتاج من ورثتي، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وبذلك يبقى هذا المنزل لا يباع، يبقى هذا المنزل لا يباع، كل من احتاج من الورثة يكون فيه. مثلا القصر من ورثته يكونون فيه، يسكنون فيه، والدتهم أيضا إذا كانت موجودة تسكن معهم فيه، بنات مثلا مطلقات يبقين فيه، وهكذا. وهذا قد فعله بعض الصحابة كالزبير بن عوام رضي الله عنه، وقف بعض دوره على المحتاج من ورثته، وتسكن فيه المردودة من بناته المطلقة، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه، هذا مأثور على الزبير رضي الله عنه، وقد نص الفقهاء على أن ذلك لا بأس به، يعني يكون بالوصف ولا يكون بالشخص، لا يقول وقفت على فلان من الورثة دون غيره، ليس له أن يخص بعض ورثته دون بعض، يعني خاصة أولاده لا يخص أولاده بعض أولاده، مثل يخص الذكور دون الإناث، أو يخص أولاده من زوجة دون أولاده من زوجة أخرى، لكن له أن يوقف بالوصف، يقول وقفت هذا البيت أو هذه الدار على المحتاج من ورثتي. فهذا كما ذكرت فيه منفعة، فيه منفعة بحيث أن الورثة من بعده لا يبيعون هذا المنزل، وإنما يسكن فيه كل من احتاج منهم إليه. سنتم شيء قبل أن تكملون، نأخذ الاتصال ثم نعود. طيب الأخت مريم مكة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ الخذلان. تفضلي.
أقول لك لو عندي مبلغ من المال. نعم. نقصي على جهاز التلفاز الله. طيب لحظة. تفضلي. نعم. الأخت مريم تفضلي. أيوة السلام عليكم. نعم تفضلي سلام. تفضلي. أقول لك عندي مبلغ مثلا من المال وأردت أن أوقفه. أردت أن إيش؟ مبلغ من المال. أي. وأردت أن أوقفه ف يعني أردت أن أشتري ماطور كده المسجد يعني في بلدان نائية ما فيها كهرباء. فهذا يعتبر وقف ولا لا؟ طيب. خلاص؟ سؤال آخر؟ لا جزاك الله خير. واضح طيب. شكرا شكرا. نجيب عليه إن شاء الله في طيب. نهاية الدرس. إذن عرفنا المقصود بالوقف وعرفنا أيضا أمثلة له. الأصل في الوقف ذكرنا حديث عمر رضي الله عنه وقد ذكره المؤلف رحمه الله قصة وقف عمر رضي الله عنه. قيل إن وقف عمر هو أول وقف في الإسلام. أول وقف في الإسلام هو وقف عمر رضي الله عنه لأرضه التي بخيبر ويقال لها ثمغ الثين بالثاء والميم والغين ثمغ. أي نعم. وقيل إن أول وقفة في الإسلام هي أراضي مخيريق. أراضي مخيريق والتي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أول وقفة في الإسلام هو مسجد قباء. قيل هذا كله لكن يعني عندما يقول الفقهاء أول وقف يقصدون من غير المساجد وإلا لا شك أن المسجد سابق للوقف مخيريق ووقف عمر رضي الله عنه. ويبقى بعد ذلك النظر في بين أيهما أسبق وقف عمر أو وقف مخيريق. يحتمل أن وقف عمر أسبق أو وقف مخيريق والأمر يعني سهل سواء قلنا أن هذا هو الأسبق أو ذاك لا يترتب عليه شيء. بعد ذلك نقول إن الوقف ينعقد إما بالقول وإما بالفعل الدال عليه. فبالقول يعني وله صيغة له صيغة يعني صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية تنقسم إلى صريح وكناية إلى صريح وكناية. الصريح أن يقول حبست أو وقفت أو سبلت ثلاثة ألفاظ وقفت أو حبست أو سبلت هذه هي ألفاظ الوقف الصريحة. ألفاظ الوقف هنا ذكر المؤلف هذا قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. نريد أن نقدم هذه المسألة يعني على الشروط لأن الشروط نريد أن نرجئها. ذكرها في الإخوة اللي يتابعوا معي في الكتاب في الصفحة الثانية قال ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه لكن المؤلف لم يعني يفصل في الوقف ووصل في الفعل. إذن نحن نقول أن الوقف ينعقد إما بالقول وإما بالفعل. أما بالوقف وهي الصيغة القولية أما بالقول يعني إما بالقول وإما بالفعل. أما بالقول وهو الصيغة الفعلية فينقسم إلى صريح وكناية. الصريح وقفت وحبست وسبلت. الكناية الألفاظ الكناية أن يقول تصدقت أو حرمت أو أبت صدقت أو حرمت أو أبت هذه ألفاظ الكناية. إذا أتى بلفظ صريح صار وقفا من غير انضمام أمر زائد عليه. يعني مثلا يقول وقفت هذه الدار وسبلتها فهذا من الألفاظ الصريحة. وقفت هذه الدار حبستها سبلتها هذه ألفاظ صريحة صريحة. فإذا قال وقفت سيارتي وقفت هذه الدار إذن خرجت من ملكه للجهة الموقوف عليها. الكناية لا ينعقد بها الوقف إلا أن يقترن بها أحد ثلاثة أمور. أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول النية
فيقول تصدقت وهو ينوي بذلك الوقف، أو حرمت وهو ينوي بذلك الوقف، أو أبدت وهو ينوي بذلك الوقف. الأمر الثاني أحد الألفاظ الخمسة الباقية. كيف أحد الألفاظ الخمسة الباقية؟ الآن كم ذكرنا يا شيخ طارق؟ كم لفظ الآن؟ في الصريح ثلاثة. الصريح وهي وقفت وحبست وسببت وسبب. كناية ثلاثة كذلك، حرمت حرمت وأبدت وتصدقت. نعم، فأصبحت كم؟ ستة. ستة. إذا أتى بواحد من الكناية فنقول إنه ينعقد إما بالنية وبين هذا، أو باقتران أحد الألفاظ الخمسة الباقي. فلنقول مثلا أنه قال تصدقت بهذه الدار، فنقول لابد أن يقترن بها واحد من الألفاظ الخمسة، وهي ماذا؟ تصدقت. أبدأ بالصريح أولا. مثلاً حبست، حبست هذه الدار. طيب، وأيضا سبلت هذه سبلت الدار. وأيضا وقفت. وأيضا بنبدأ في الكناية. نعم، نعم. حرمت، حرمت وأبدت، أبدت. نعم، نعم. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يقترن به ما يدل على الوقف، أن يقترن به ما يدل على الوقف، كأن يقول تصدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني يقترن بها حكم الوقف، يقترن بها حكم الوقف. صدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه ينعقد بها الوقف، ينعقد بها الوقف. إذا انضم لها أحد الألفاظ الخمسة الباقية، أو أن يقترن بها بما يدل على الوقف، كأن يذكر حكم الوقف، فإن يقول صدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. إذا ألفاظ الكناية ينعقد بها الوقف إذا اقترن بها واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول النية، الثاني أن يقترن بها واحد من الألفاظ الخمسة، الثالثة أن يقترن بها ما يدل على الوقف، كأن يقترن بها حكم الوقف، يعني يقول تصدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذه إذن الصيغة ليش القولية، صريح وكناية. الصيغة الفعلية، الصيغة الفعلية شيخ بس بعد الاتصال. طيب. الأخ عبد العزيز من مكة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، معك الشيخ. شكر الله لكم وأصحابكم الله. حياك الله. سؤالي يا شيخ، أوقفت ماء زمزم عن والدي ووالدتي، الوالدة حية، هل يجوز الوقف عنها؟ وقفت ماء زمزم؟ إيه، وماء زمزم سبيل لله عند ال نعم. كيف وقف ماء زمزم؟ برمي الوضع فيه ماء زمزم سبيل. إيه. وكلما نفد تضع فيه ماء. اي نعم، كلما نفد مقاول مع شخص يعبيه كل ما نفد. وعن الحي، هل الحي مثلا يجوز الوقف عنه؟ نعم. طيب، هذا سؤال آخر. السؤال الثاني شيخ، تفضل تفضل تفضل. هل هناك مثلا صيغة او قول مثلا اقول من اوقفت عن فلان وفلان، او مثلا بدون صيغه معينه؟ طيب، نعم. طيب، اسئله اخرى؟ نعم، نجيب لك ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. الصيغه الفعليه ان ياتي بفعل يدل على الوقف، ومثل ذلك المؤلف قال مثل ان يبني مسجدا، المساجد اوقاف. لو ان انسان بنى مسجدا واذن للناس والصلاه فيه، هل يحتاج لان يقول يا جماعه المسجد هذا وقف؟ لا، لا يحتاج. ما يحتاج. الأصل أنه وضعه للوقف. نعم، الفعل هذا يدل على أنه أراد الوقف. فإذا متى ما بنى المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه فقد أصبح وقفا. وبهذا نعرف الفرق بين المسجد والمصلى. ومن أبرز الفروق بين المسجد والمصلى أن المسجد وقف والمصلى ليس كذلك. فمثلا المصليات في الدوائر الحكومية، المصليات في المدارس، هل نعتبرها مساجد؟ لا. لا. لماذا؟ لأنها ليست موقوفة. ليست موقوفة. ونذكر المصلى يا شيخ إذا كان لا يصلى فيه الخمس صلوات، بعض الناس أظن مجرد ما أن تصلي فيه يصبح مسجدا. نعم، لا، ولا يصبح مسجدا إلا أن يكون تكون أرضه موقوفة. ولذلك المصليات مثلا في المدارس في الدوائر الحكومية هذه مصليات ليست مساجد. نعم، ليست مساجد، فلا تترتب عليه أحكام المساجد. يعني عندما أتى مثلا مصلى لا يلزمه أن يأتي يؤدي تحية المسجد، أيضا للحائض تجلس فيه، لا تترتب عليه أحكام المسجد.
ومن أبرز الفروق بين المصلى والمسجد هو مسألة الوقف، أن المسجد أرضه موقوفة بينما المصلى ليس كذلك. وذلك إذا أشكى عليك شيء هل هذا مصلى أو مسجد فانظر إلى مسألة الوقف، هل هو موقوف أو غير موقوف. نعم هذا هو الفرق الجوهري. نعم. فإذا كانت أرضه موقوفة فيعتبر مسجدا، إذا كانت أرضه غير موقوفة فيعتبر مصلى، لأن أحيانا بعض الناس يأذن للناس بالصلاة في غرفة من بيته لكنه لا يعد وقفة بشكل مؤقت، بشكل مؤقت إلى أن يبنى مسجد أو إلى أن يتيسر الأمر، ولم يوقف هذه الأرض، لم يوقف هذه الأرض، هذا لا يعتبر مسجدا وإنما هو مصلى. هكذا أيضا الدوائر الحكومية أيضا يكون فيها مكان يصلي الناس فيه لكن أرضها ليست موقوفة، ربما يكون مبنى الدائرة الحكومية مستأجرا، هذا مصلى وليس مسجدا. أيضا المدارس أيضا تعتبر مصليات وليست مسجدا، من دخل مثلا مصلى المدرسة لا يلزم يؤدي تحية المسجد له أن يدلس وهكذا. فأبرز الفروق بين مسجد ومصلى هو مسألة الوقف. نكمل بعد هذه النقطة الشيخ بعد الاتصال. أبو صالح من الرياض السلام عليكم. أبو صالح من الرياض السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معك الشيخ. جزاكم الله بالخير. إياك الله. أقول السؤال فضيلة الشيخ سعد، هل الوقف يكون يا شيخ كالوصية في الثلث أم أنه يجوز الوقف في أكثر من الثلث؟ طيب. هذا من ناحية، وإذا كان الشخص فضيلة الشيخ لديه يعني ورثة فقراء، هل الأفضل أنه يوقف أم أنه يجعل ما ترك من تركه لي ورثته؟ لقول رسول الله انك انتظر ورثة الاغنياء خير من انتظرهم عليه يتكففون الناس. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. سلام عليكم. يا سلام عليكم يا شيخ. بشكل نعم. سريع حتى نجيب على الاسئله. طيب وقت ما تبقى من الشيخ كبير. طيب اذا قلنا قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، او سقاية ويشرعها للناس. المقصود بالسقاية المبنى المعد لقضاء الحاجة، ويسميه الناس في الوقت الحاضر ماذا؟ دورات مياه. يعني لو بنى إنسان دورات مياه وأوقفها للناس يعتبر هذا وقفا. قال وأيضا مثل ذلك أيضا ما ذكرها يعني الفقهاء من المقبرة، لو اشترى أرضا وصورها وأذن الناس بالدفن فيها يعتبر هذا وقفا، ولا يحتاج أن يقول هذه وقف، لا يحتاج لهذا. فالفعل الدال عليه ينعقد به الوقف. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الوقف ينعقد إما بالقول وإما بالفعل، وأما انعقاده بالقول فينقسم إلى صريح وكناية. الصريح أن يأتي بأحد ألفاظ الوقف الصريحة، سبلت أو حبست أو وقفت. الكناية حرمت أو أبدت أو تصدقت، ولا ينعقد بها الوقف إلا إذا اقترن بها أحد أمور ثلاثة، إما النية أو أحد الألفاظ الخمسة الأخرى أو بما يدل على الوقف. وأيضا ينعقد الوقف بالفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن الناس بالصلاة فيه، أو يبني مقبرة ويأذن الناس بالدفن فيها ونحو ذلك. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بصيغة الوقف. أيضا مما يذكره الفقهاء في هذا أن الوقف يجوز للإنسان أن يشترط فيه شروطا، وبعض الفقهاء يعبر عن ذلك شرط الواقف أو نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع. ولكن ليس المقصود أن نص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به، لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، وإنما مقصود الفقهاء بقولهم نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة وليس في وجوب العمل. فالواقف له أن يشترط في وقفه كما اشترط عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه جعل وقفه في أشياء، في أمور، قال تصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا. فهنا اشترط عمر شروطا، لا بأس أن يشترط الواقف شروطا، وينبغي أن يعنى الواقف بتحرير العبارة حتى لا تشكل على من بعده، وأن يستشير في ذلك أهل العلم. إذن لا بأس أن يشترط الواقف شروطا، لكن لا يجوز أن يكون الوقف على بعض الورثة دون بعض، لا يجوز أن يخص بعض الورثة بوقف دون بعض، ويكون هذا الوقف مما يكون بعد وفاته، مما يكون بعد وفاته. أما لو كان في حال الحياة فننظر، إن كان يريد أن يوقف على أحد أبنائه لا بد من العدل بين الأبناء، لا بد من العدل بين الأبناء. أما إن كان يريد أن يوقف على أحد قرابة من غير الأبناء
في زمن صحته لا بأس، أما بعد وفاته فإن الوقف يأخذ حكم الوصية، وحينئذ ليس له أن يوقف على بعض الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. ننتقل بعد ذلك إلى شروط صحة الوقف، ما أدري هل نبدأ بها أو نتركها لل... بقي أقل من ربع ساعة شيخ، أقل من 15 دقيقة. نعم طيب، بقي أقل من 15 دقيقة، إما أن نجيب على الأسئلة ثم نعاود مرة أخرى، أو أن تريد أن تكمل يا شيخ لأن تبقي لنا 5 دقائق إجابة على الأسئلة. طيب إذن لعلنا نجيب عما تيسر من الأسئلة، هم بقي معنا وقت، أخذنا ما تيسر من الشروط. نعم. يكون هذا يعني حلا وسطا جيد. الله يجزاك الخير. الأخت مريم مكة تقول أن عندها مبلغ مال تريد أن تشتري ما يسمى بالماطور أو المولد للكهرباء في أحد الدول الفقيرة بذلك، فهل هذا يعد وقفا؟ نعم لا بأس، يعد هذا وقفا، وربما يعني أيضا تكون حاجة الناس في تلك البلاد لمثل هذا كبيرة، ولذلك نقول أنه وقف لأنه ينتفع به مع بقاء عينه، ولذلك يعني قلنا هذا أيضا من الأعمال البر، من أعمال البر، ونشكر الأخت على يعني هذا العمل. نعم. نعم. الأخ عبد العزيز مكة يقول أوقفت ماء زمزم عن والده ووالدته، وأما والده فقد مات ووالدته بقي حية، فهل لها أن يكون لها الوقف أم نعم لا بأس، لا بأس أن يكون الوقف عن حي أو ميت، لا مانع من هذا، وكونه أيضا يوقف ماء زمزم هذا أيضا عمل طيب، لا بأس بوقف الماء على القول الصحيح، لا بأس بوقف الماء على القول الصحيح، وماء زمزم أيضا يعني ماء مبارك، وهو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء زمزم لما شرب له، طعام وطعم وشفاء سقم، ولذلك فإن وقفه صحيح على أرجح قولي العلماء. وحتى من قال بأنه لا يصح أن يكون وقفا هو أما أن يعد صدقة أو وقفا، وعلى كلا التقديرين هو عمل صالح، على كلا التقديرين هو عمل صالح، وهذا من البر بوالديه أنه يوقف عنهم أو يتصدق عنهم، لا شك أن هذا من البر بهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أبو عادر من جدة، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، تفضل. أبو هاجر. أبو هاجر. عليكم السلام ورحمة. ممكن نسأل الله حفظ. تفضل معك الشيخ. الشيخ سعد حفظكم الله، ذكرت ما الفرق بين المصلى وبين المسجد، هل هذا الفرق يا شيخ بالنسبة للأجر، أجر الصلاة في المصلى وأجر الصلاة في المسجد، هل يختلف؟ هل يختلف أجر الصلاة؟ يعني نعرف الحديث اللي ورد أنه يتكلم أنه صلاة الجماعة يعني تفضل صلاة الفرد 27 درجة، هل هذا الأجر متعلق بالمصلى أو بالمسجد؟ نعم. واضح السؤال شيخ؟ واضح. سؤال آخر؟ بس الله يحفظك، جزاك الله خير. إياك الله. نكمل يا شيخ السؤال، انتهيت منه السؤال الأخ عبد العزيز. كذلك يقول هل هناك صيغة أو قول يعني معين يقوله في الوقف؟ نحن ذكرنا غير، مثلا أنا أعتقد أنه يقصد غير هذا الموجود يعني عند المصنف. أينا. يعني يقول سبلت هذا الشيء أو وقفته، يعني يأتي بأي صيغة، بأي صيغة من الصيغة التي ذكرناها، لكن أشهرها أن يقول سبلت أو وقفت. نعم. أبو صالح من الرياض يقول هل الوقف كالوصية في الثلث؟ الوقف يكون كالوصية إذا كان بعد الموت، إذا قال إن بيتي هذا وقف بعد وفاتي فيأخذ حكم الوصية تماما، فلا ينفذ إلا في الثلث ولا يصح أن يكون لوارث. الوقف إذن يكون بعد وفاته. نعم، يكون يأخذ حكم الوصية إذا كان بعد وفاته، أما في حال حياته فلا، لا يأخذ حكم الوصية. ولذلك الإنسان يوقف جميع ماله وهو في زمن الصحة وفي حال حياته، له أن يوقف جميع ماله، له أن يوقف أكثر من الثلث، لا مانع من هذا، لكن الوقف الذي يكون في مرض الموت أو أنه يوصي بأن يكون وقفا بعد وفاته فهذا يكون حكم الوصية. أحسنتم الشيخ. يقول كذلك السؤال الآخر، إذا كان الشخص يعني لديه ورثة فقراء، هل أفضل أن يكون لهم الوقف أو من خارج الورثة؟ نعم، هذا سؤال يعني سؤال جيد. إذا كان للإنسان ورثة وكانوا فقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والأقربون أولى بالمعروف، حينئذ ليس له أن يوقف على الفقراء البعيدين ويترك ورثته فقراء.
فورثته أولى بهذا المال من الفقير البعيد، وحينئذ فالأفضل له في هذه الحال ألا يوقف، اللهم إلا أن يوقف على المحتاج من ورثته، كان مثلا يخشى أنه بعد وفاته تقسم تركته ويباع البيت الذي هو فيه، وبالتالي يبقى بعض الورثة محتاجا ليس له مسكن ويضطر إلى استئجار مسكن. فهنا يقول وقفت بيتي هذا على المحتاج من ورثتي، على المحتاج من ورثتي، وكل من احتاج يسكن فيه، كل من احتاج يسكن فيه بالوصف ولا يخصص بالوصف. نعم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، حتى وإن كان ورثته يعني محتاجون، لأنه في الحقيقة يريد بهذا الوقف أن يضمن أن هذا البيت يبقى أو أن هذا العقار يبقى، لا يباع، لا يباع. وكم من إنسان كان له ورثة ثم بعد وفاته تنازع الورثة وباعوا جميع التركة التي خلفها، وبقي القصر والمحتاج من الورثة لا سكن لهم، فاضطروا إلى الاستئجار وأصبحوا فقراء. ولو أن مورثهم أحسن التصرف وأوقف بعض دوره أو بعض عقاره على محتاج ورثته لبقي هذا العقار لم يباع، وانتفع به الورثة من بعده. وهذا من حسن التدبير لرب الأسرة، أنه إذا كان بعض ورثته محتاجا فينبغي أن يبادر إلى أن يوقف المنزل الذي هو فيه أو أي عقار يرى أنه مناسبا يوقفه على محتاج ورثته، حتى لا يباع بعد وفاته ويبقى مأوى للمحتاج من ورثته من بعده، حتى لا يتكففون الناس، وحتى لا يكونون عالة، وحتى لا يضطروا إلى استئجار مسكن ثم يصبحوا في عداد الفقراء. فمن الإحسان بهم أن يوقف لهم عقارا إذا كان قادرا، أن يوقف لهم عقارا ويجعل هذا العقار على المحتاج من ورثته. أحسنتم يا شيخ. معنا اتصال الأخت روان من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الشيخ، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، لو أوقف شخص وقف ثم بعد مدة أراد أن يحل، هل يجوز؟ أراد إيش؟ أن يحل هذا الوقف. أي نعم. طيب. قبل موته أو بعد موته؟ قبل موته. وهل يجوز للورثة بعد؟ نعم. أن يحله؟ نعم. طيب. شكرا. طيب جيد. معنا اتصال آخر، أبو محمد من عمان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي الكريم، ممكن أسأل سؤال بخصوص؟ أنا خادم ومؤذن في مسجد. نعم. أنت سؤالي هو يعني كان في بعض أثاث بالمسجد يعني تالف شوي، زي سجاد أو أدوات كهربائية أو مصاحف. نعم. فهل يجوز أني مثلا، الأوقاف طبعا تعطي الحرية التصرف للموظف، هل يجوز أني أنا أتصرف فيه يعني مثلا أعطيه لأحد السكان الحي يعني أهل الحي؟ نعم جيد. نعم. مفهوم السؤال شيخ. واضح واضح. نعم. سؤال آخر أبو محمد. الله يجزيك خير، شكرا لك. حياك الله. السلام عليكم. السلام. انتهينا من سؤال أبو صالح. نعم. يا شيخ. طيب نأتي إلى سؤال أبو هاجر من جدة، يقول الصلاة في المصلى والصلاة في المسجد، أي نعم، هل هما لهما نفس الأجر؟ نعم، هو الواجب الصلاة في المسجد وليس في المصلى، وحتى إن بعض أهل العلم يشدد في المسألة ويرى أن الصلاة صلاة الجماعة في المسجد أنها شرط لصحة الصلاة، وإن كان قول الصحيح أنها ليست شرط لكنها واجبة، فتجب الصلاة في المسجد لا في المصلى، وإنما في المسجد. وإلا لو قلنا في المصلى لا كان الإنسان أيضا يجعل له مصلى في بيته ويقيم الجماعة مع أولاده، وبالتالي يقول أنا صليت الجماعة، لكن لا بد أن تصلى في المسجد. ولذلك نقول لا تصلى الصلاة في المصليات وإنما تكون في المساجد، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة في الصلاة في المصلى، مثل الموظفين في الدوائر الحكومية وطلاب المدارس، لا شك أن بقائهم في دوائر في مدارسهم وبقاء الموظفين في الدائرة الحكومية فيه مصلحة كبيرة، لأنهم لو ذهبوا للمساجد لتفرقوا، وربما تعطل العمل، وربما أيضا تشتت الطلاب، وحينئذ فصلاتهم في المصليات لا بأس بها في هذه الحال. فإذا وجد مصلحة لا بأس بأن يصلوا في المصلى، لكن الأصل أن الصلاة إنما تكون في المسجد، وهي أفضل لا شك من الصلاة في المصلى، بل إنها تجب أن تكون الصلاة في المسجد، إلا إذا وجد مصلحة في أن تقام الجماعة خارج المسجد كما مثلت في بعض المصليات في الدوائر الحكومية وفي المدارس ونحوها، هذا لا بأس به إذا وجد في ذلك مصلحة ظاهرة، وإلا فالأصل أن الصلاة إنما تكون في المساجد.
أحسنت يا شيخ. الأخت روان من الرياض تقول لو أوقف شخص وقفا ثم حل هذا الوقف بالموت. ليس له ذلك. الوقف من يعني أبرز خصائصه أنه اللزوم، حيث أنه يلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه يلزم، فليس للواقف التراجع عنه، ليس له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يتراجع عنه، وإنما مباشرة ينعقد، ينعقد مباشرة وينصرف إلى الجهة التي وقف عليها، كمثلا وقف على فلان من الناس انصرف له، على جهة معينة انصرف لها، فخرج من ملكه إذا كان عن جهة بر يخرج من ملكه لله عز وجل، وحينئذ ليس له أن يحله كما ذكرت الأخت السائلة، ليس له أن يرجع فيه، ليس له أن يرجع فيه. وهذا هو قول عامة أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة قال إنه لا يلزم إلا بحكم حاكم، ولكن الصحيح ما عليه عامة أهل العلم من أنه يلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. أحسنتم يا شيخ. الأخ سالم من مكة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. الشيخ لو سمحت، ذكرتم في الوقت أن يجوز للرجل أن يوقف بيته على أبنائه خشية أن يعني أن يفترقوا فيما بعد أو يزول هذا هذه التركة، لكن الشيخ لو أوقف هذا الوقف على أن يكون على أبنائه الذكور والإناث، ثم إذا انقطع نسله من الإناث وماتت ماتوا بناته، لا يتحول المرء الوقف لأبنائه وأبناء أبنائه من صلبه، هل هذا الوقف يكون صحيحا؟ طيب سؤال آخر. شكرا شيخ. نعود للأخت روان، ذكرت هل للورثة حل ذلك؟ لا نقول ليس لهم ذلك. ليس لهم ذلك. لا له ولا للورثة. لا له ولا للورثة. أبو محمد بن عمان يقول في بعض المسجد أثاث وفي مكان أثاث يضعه في مسجد أنا. نعم هذا يعني الأشياء الموجودة في المسجد من مصاحف، من يعني بعض الأثاث، بعض السجاد ونحو ذلك، هذه الموجودة في المساجد هي في الحقيقة موقوفة على المساجد. فنقول الأخ الآن ما يكون عندك من مصحف أو من أثاث أو من أجهزة أو من فرش أو أي شيء متعلق بالمسجد هو وقف على هذا المسجد، ليس لك أن تتصرف فيه إلا إذا تعطلت منفعته وأمكن نقله إلى مسجد آخر فلا بأس. إذا تعطلت منفعته أو وجدت مصلحة في نقله فلا بأس، لا بأس بذلك. فنقول الأخ المسؤول عن المسجد لك أن تنقله إلى مسجد آخر، أو أنك تبيعه وتجعل ثمنه في مصلحة المسجد، فإن هذا أيضا لا بأس به على الصحيح، لا بأس به. أما أنك توزع على الناس ليس لك ذلك، لا تملك هذا، لا تملك أنك توزع الأشياء في المسجد على الناس، حتى ولو مصحف لا يملك لا الإمام ولا المؤذن ولا غيرهما توزيع المصاحف على الناس، لأنها موقوفة، موقوفة على المسجد، فليس لك أن تعطيها أحد من الناس ولو كان فقيرا، ولا أثاث المسجد أيضا هو موقوف على المسجد، ليس لك أن تعطيها أحد من الناس ولو كان فقيرا. لكن أنت بين أمرين، إما أن تنقل هذا الشيء إذا يعني لم يمكنكم الانتفاع به في مسجدكم تنقله إلى مسجد آخر، وإما أن تبيعوه وتجعلوا ثمنه في مصالح المسجد، فيكون هذا من يعني إبدال الوقف بما هو من جنسه، فتبيعوا مثلا وتشتروا به أمورا أو أشياء يحتاج لها المسجد، هذا لا بأس به. ما عدا ذلك ليس لكم، لا تملكون التصرف في هذا الأثاث، لكن تملكون بواحدة من هاتين الطريقتين، إما نقله إلى مسجد آخر وإما بيعه وجعل ثمنه في حوائج وفي مصلحة المسجد. أما ما ذكر الأخ السائل من أنهم يوزعون أثاث المسجد القديم على الناس هذا ليس بالصحيح ولا يملكون هذا، ومن فعل هذا فإنه في الحقيقة ربما نقول أنه يغرم، لأنه تصرف في أمر لا يحق له التصرف فيه، فهو لا يملك التصرف في أثاث المسجد، إنما هو مؤتمن عليه، فإما أن ينقله إلى مسجد آخر أو أنه يبيعه ويجعل ثمنه فيما يحتاج إليه المسجد. أحسنتم يا شيخ. أسئلة المراجعة ثم نعود إلى سؤال سالم.
طيب. كما ينتهي معنا الوقت ولا طيب نضع سؤالين. السؤال الأول: ما أول وقف في الإسلام؟ ما أول وقف في الإسلام؟ السؤال الثاني: بما ينعقد الوقف؟ بما ينعقد الوقف؟ نعم هذه الأسئلة. شيخ نأتي لسؤال سالم من مكة يقول: طبعا في الوقف ذكر أنه هل يجوز لأصلابهم وما ينزلون وما ينحدرون؟ لا بأس أن يوقف على يعني أولاده من ذكور وإناث، لا بأس بهذا إذا لم يترتب على ذلك حرمان لبقية الورثة، فإنه لا بأس بذلك، ويجعل يعني الوقف من بعده لأبناء أبنائه لا بأس بهذا. فهذا الذي ذكره قد نص عليه الفقهاء، والقاعدة في هذا هو العدل، القاعدة في هذا أن لا يترتب على هذا الوقف جور ولا ظلم لبعض الورثة. فإذا حقق العدل بين أولاده وبين يعني ولم يخص أحد، لم يترتب على ذلك حرمان بعض الورثة من التركة، فإن هذا لا بأس به. هذه القاعدة، القاعدة أن يحقق العدل ولا يترتب على ذلك حرمان لبعض الورثة. ينتقل تلقائيا يا شيخ من دون تخصيص على حسب شرط الواقف. نعم حسب شرط الواقف، يعني افترض أن الواقف أنه يحرر الصيغة في هذا ويستعين بأهل العلم في ذلك، وحينئذ يكون الوقف على ما شرط. لكن كما ذكرنا يراعي مسألة العدل بين الأولاد، ويراعي عدم أيضا حرمان بعض الورثة من الميراث. أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وما لم نستطع أن نكمله اليوم نكمله غدا بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم لنهاية هذا الدرس المبارك. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. إلى درس غدا بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.